نرجع لكم مشاهدينا ومكفيين أجواء الميلاد يلي عم نجرب نعكسها بعدة أوجه بعدة طرق لكم كلكم لتستمتعوا بهاليومين يلي جايين لتقدروا تستخلصوا العبر وتتعرفوا كمان شو عم بيصير بالبلد. واحدة منهم Home for Christmas للممثل والمخرج برونو طبال. برونو صباح الخير. صباح النور. وينك أنت وينك؟ عم بحضر لعرض فقيت عليه بعد ثلاث ارباع الساعة تقريبا. يعطيك الف عافية. اول شيء شو هالاجواء الحلوة يلي عم تنقلنا اياها مع الشجرة وراك مع الالوان مع اعطيكم كادر يعني حتى سامح نفسي انه ما قدرت وتسامحوني انتم والمشاهدين انه ما قدرت اكون معكم بالاستوديو تخليني اخلق كادر حلو ميلادي هيك بنعطي جو لذيذ. كثير حلو. خبرني اكثر برونو. برونو انت بعد شوي على شو فايت وشو عم بتحضر واعطيني كل التفاصيل. هوم فور كريسمس هي مسرحية باللغة الفرنسية ولكن الأغاني فيها عربي فرنساوي إنجليزي مثلنا نحن كلبنانيين. حبينا نعرضها بمناسبة عيد الميلاد. هي انعرضت بال 2018 ورجعنا جددناها وطورناها السنة. هي من إنتاج لبوفون يلي هي شركة خيي رالف طبال يلي هي مخصصة بكل شيء له دخله بمهرجانات باعمال للاولاد. نعم. الهدف من هالمسرحيه هي مسرحيه غنائيه عائليه برجع بعيد بطوله سينتيا كرم. اوكي. انا اخرجتها وكتبتها مثل فيها هيك شوي بالاخر دور صغير. بس الهدف من هالمسرحيه والطريقه اللي عالجنا فيها هالمسرحيه هي انه ما تكون عم نحكي مع الاولاد مثل كانهم مخلوقات مش ما بيفهموا مثلنا، يعني احترمنا. ومبارح حدا ظهر من المسرح وفات لعنا وقالنا حابب لكم انه عن جد شكرا لانكم تحترموا عقل اولادنا وذكائهم. فطريقه يعني المسجز اللي بنقطعهم، الرسايل، كل شيء اللي بنحب، غير طبعا انه اكيد جايين ننبسط، جايين نمضي ساعه فرح، ولكن حتخيلي انه حتى الكبار عم بيقولوا لنا انه ظاهرين ياي شو انبسطنا، نحن انبسطنا اكثر من اولادنا. يعني فعلا هي مسرحيه عائليه، منا مسرحيه ما بحب اقول الكلمه مش حلوه بس ما بدي اقول سخيفه، يعني مسرحيه ذكيه، مسرحيه فيها مثل ما قلت لك رسايل. اوكي. وعم تلعب هلا على مسرح مونو وكان المفروض نكون خلصنا بكره بس رجعنا عرضنا بعد اربع عروض زايده، يعني بنكون تقريبا زدنا عملنا كان ست عروض ورجعنا زدنا عليهم بحدود الست عروض كمان. خي طيب كثير حلوه برونو هيدي الخبريه، يعني على مسرح مونو اليوم واي ايام اذا فينا نذكر اليوم للناس؟ بكره. أوكي. على الساعه 4:30. أوكي. وبعدين عندنا ب 27 ب 29 كمان على 4:30 وعندنا ب 30 عرضين على 11 على بكره وعلى 4:30 بعد الظهر بمسرح مونو. التذاكر موجوده على مكتبه انطوان طبعا. أوكي. مع انطوان اونلاين. يعني عم بتخيل انا كيف انت عم تعمل الاخراج وسينتي على المسرح، يعني عم بتخيل هالكومبينيشن اللي هي فيها اخوات فيها جنون فيها هضامه فيها من كل شيء، يعني واهم شيء تتعرف قد ايه الناس برونو بتاخذ الرسائل منك فيها هالطبيعيه وهالحقيقيه يلي انتم اصلا مميزين فيها، فبتخيل هيدا الشيء كله موجود ما بينك وبين سينتي على المسرح. عم نشوف على كل حال مقاطع من المسرحيه كيف بدي عائق صح؟ ليكي هيدا نحن، يعني ميرسي لانك ميرسي لانك ضويتي على هيدا الموضوع، نحن بعفويتنا بطبيعيتنا بمضموننا كمان يلي الناس صاروا معودين عليه لاكثر من 20 سنه. يمكن ما بنظهر كثير هلا، اسم الله سينتي عندها ثلاث مسرحيات بنفس الوقت، يعني عندها هيدي وغمض عين فتح عين وكان عندها شيكاغو، يعني اسم الله يا حيوان ما كان لانها قد منها مطلوبه لانه موهبتها دفعت وشغلها وتعبها بعد هالسنين. صح. ف هيدا نحن، وبرجع بجدد بحب ارجع زيد انه نحن حبينا نعطي احلى شيء عنا بهالمرحله اللي يعني لبنان بيقطع بمراحل، تعودنا ايام بنكون مبسوطين شوي ايام نرجع بنفوت بكراي ونحن بحاجه لهيك شيء، بحاجه لكل هالطاقه الساعه لنفرجي للعالم انه نحن رح نضل. وما تنسوا انا بحب اقول جمله كثير مهمه، نحن عم ننبسط باجواء الميلاد وعم نحاول وناس عم تظهر وهيك، بس بنفس الوقت جزء من بلدنا، مش عم نحكي بلد تاني، يعني مزبوط نحن عم نتعاطف مع كل الـ القضايا المحقه، بس حتى جزء من بلدنا اليوم فيه حرب. فهيدي المسرحيه انا بحب واليوم وجه رساله بحب اقول انه هي لهم هيدي تنفرجيهم انه نحن كمان عم نكمل، واملي املي املي انه
عن جد بهالمنطقة أو خاصة ببلدنا بجنوب لبنان، تحية كتير كبيرة للجنوب، رح يعم السلام الحقيقي يا رب شي نهار. يا رب. شكرا كثير لك برونو، بدي اتمنى لك كل التوفيق بالتدريب وبالتمرين، ميرسي. وتحياتنا لسينتيا، شكرا لاطلالتك الصباحيه، اهلا وسهلا. امال مش كلكم ماريات، ميرسي وميلاد مجيد، ماري كريسماس. ثانك يو، وبتمنى لكم ماري كريسماس لكم ولكل ثانك يو. المشاهدين. شكرا كثير لك، شكرا برونو.